وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية والوفد المرافق بحفظ الله ورعايته هذا اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية تلبية لدعوة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، يجري خلالها مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الروسي تتناول علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. ولدى دخول الطائرة الملكية المقلة لجلالة الملك المعظم الأجواء الروسية، رافقتها الطائرات الحربية التابعة للسلاح الجوي الروسي ترحيبا بمقدم جلالته. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم لدى وصوله إلى مطار فنوكوفا الدولي سعادة السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والممثل الخاص فخامة الرئيس في الشرق الأوسط، والسيد إيغور بوغداشيف رئيس مراسم الدولة، والسيد أليكسي سكوسيريف سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، والسيد أحمد عبد الرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية. وجرت لجلالة الملك المعظم مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الملكي البحريني والجمهوري الروسي.
وقد تفضل صاحب الجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه لدى وصوله بالتصريح التالي: يطيب لنا ونحن نصل إلى روسيا الاتحادية الصديقة أن نعرب عن خالص الشكر والامتنان لفخامة الأخ الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على دعوته الكريمة، مشيدين بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين بلدينا وشعبين الصديقين، وما تحققه من تطور وتنامي في مختلف المجالات بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة. ويسرنا أن نعرب عن بالغ الاعتزاز بالمكانة الرفيعة التي تحتلها روسيا الاتحادية على المستوى الدولي بقيادة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، والدور البناء الذي تقوم به من أجل صيانة الأمن والسلم الدوليين والإسهام في دعم جهود التنمية والازدهار في دول العالم، معربين عن التقدير لما تحققه روسيا من تقدم وتطور مشهود على المستوى الاقتصادي والتنمية الشاملة، مؤكدين حرصنا على توثيق العلاقات البحرينية الروسية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولا وازدهارا بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الخير والنفع لبلدينا وشعبينا الصديقين.